السيلفي وتبادل أرقام الهواتف أول ما يفعله رؤساء البلديات في الملتقيات والاحتفالات الرسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود مدعوين من الصف الأول على غرار الوزراء والولات. الكل يعرف عن نفسه بطريقته الخاصة وعن مميزات بلديته، وإن سألتهم عن العيوب والنقائص الموجودة ببلديتهم هكذا يجاوبون. نقائص يعني في ما فيش يعني نقائص كبيرة اللي تعاني منها البلدية، إلا ما فيش تقريبا ما فيش نقائص اللي تعاني منها البلدية. تقريبا فيه كل القرى مربوطة بغاز المدينة، حقيقة البطالة فيه نسبة تاع بطالة. إن اجتمع رؤساء البلديات في مكان واحد أول ما يلفت الانتباه هذا الشريط الذي يضعونه على أكتافهم والذي يحمل ألوان الراية الوطنية، فما قصته؟ يعني تبين الشرايين، تبين باللي وراء رئيس البلدية، يعني هو القاضي الأول في البلدية، رئيس البلدية كما رئيس الجمهورية والقاضي الأول في الدولة ككل، هو القاضي الأول في البلدية. يعني كرمز، هذا الرمز اللي هو يرمز للعلم الوطني تأخذ كشرف الاستقبالات الرسمية في زيارة وزير، في الأيام الوطنية، في الاحتفالات الوطنية استعملها رئيس البلدية. لا، قبل ما كنتش نعرفها وما استعملتهاش، لأن أول مرة أكون رئيس بلدية. هذه الشارة هي شارة سيادية، نديرها أمام وزير الداخلية، أمام رئيس الجمهورية، وأمام إمضاءته أمام مع دولة مجاورة، وكذلك لما يكون نحضر لعقد زواج ممكن ندير الشارة. التوصيات هي مخرجات الملتقيات بعد نقاش طويل، والتي يسعى القائمون على الملتقى تطبيقها على أرض الواقع. لكن مخرجات رؤساء البلديات من الملتقى صور السيلفي وأرقام الهواتف.